بالماء وجلسات الحوار تعالج بعض المراكز الإدمان في أفغانستان. يختسل المدمن عندما يرتعش جسده بسبب الرغبة في تعاطي المخدر فيهدأ قليلا. نقترب منهم أكثر لنسمع ما يقولون، فقليلون هم من يصغون إليهم. يبدون انطوائيين، مرضى ومهمشين اجتماعيا، ما يعزز حالة انعدام ثقتهم بأنفسهم ويؤدي إلى انتكاس وضعهم الصحي حسب المعالجين. المجتمع لا يعترف بنا على أننا مرضى، يتصرفون معنا كمجرمين ولصوص، يقولون هذا مدمن، اضربه، اقتله، حسنا ما تفعل. المرحلة الرئيسية لرحلة العلاج تعتمد على الروحانيات عبر جلسات تجمعهم ببعضهم وبمرشدين مختصين يتحدثون عن تجاربهم الخاصة. جلسات تهدف إلى تحديد مواضع الخلل وتعديل السلوكيات لتحقيق صحوة روحية بالتزامن مع تنقية الجسم من السموم، يقول المرشدون. عندما تتقاتل مجموعة ضد أخرى يجب معرفة نوعية السلاح وعديد الطرف الآخر كي نواجههم، لكن أن تذهب لمواجهة عدوك بخفي حنين فهذا يعرضنا للهزيمة. المركز هو واحد من 25 مصحة خاصة تعمل في هذا المجال بعموم أفغانستان، يعالج حاليا 18 مريضا في دورة تستغرق 21 يوما، يتبعها استكمال للعلاج خارج المركز. رغم إمكاناته المتواضعة يبذل القائمون على المركز وهم من الذين عاشوا هذه التجربة المؤلمة جهودا جبارة لإعادة تأهيل المدمنين، لكنها تبقى جهودا محدودة نظرا إلى تفاقم المشكلة. ومع نصف مليون حالة إدمان مزمنة تبدو المساعي الحكومية عاجزة عن توفير حلول آنية. العلاج ليس الحل الوحيد، يجب أن نتخذ الوقاية سبيلا، يشارك فيها الجميع بما في ذلك أئمة المساجد من أجل توعية الناس حول العوامل الرئيسية للإدمان. الظاهرة باتت تشكل مأزقا حقيقيا خاصة مع انتشار المدمنين في أماكن عامة على الطرقات وتحت الجسور الرئيسية بالعاصمة كابول، ما قد يعرض السلامة العامة للخطر وفق كثيرين. جواد جوادي، العربي، كابول.